شعرات of gold. صباح الخير. اليوم رح كون مكان حدا مهنته من المهن القديمة كتير، وصاحب هالمهنة كانوا يسموه سابقا بالحكيم، لأنه إضافة لمهنته كان جراح يداوي وجع الناس. وين رايحين اليوم؟ قجي الله لا يغير له هالعادي، بصلته كل حلقة بتنحرق عن اللي قبلها وبده يعرف لوين. فكرة أنت بدك حلقة تجريب. وصلنا على المكان وأنا متحمس كتير لأنه هالمهنة معروفة أكتر للشباب، ونحنا منحب نطلع عن المألوف. شغلتنا أبو وسيم حلاق معروف بالميدان. هلا أنت قديم كتير بالمهنة. أنا قديم كتير، صلي 50 سنة. بس أنا بشتغل على قطع الاستشوارات، وبشتغل يعني بأيام الثمانية بشتغل بالاستشوارات، ودائما بتواكب شو في قصات جديدة. أبدا على طول. ورغم إنه المحل قديم كتير، بس شغله على الموضة وقت الطلب. في عنا استشوار. بلش أبو وسيم يشرح لي تفاصيل المهنة، قص الشعر والنقرة والسوالف والأدوات اللي بنستخدمها. هو الحلاق هو اللي بيتفنن بالشغل، يعني هو الحلاق اللي بيتفنن بالشغل. أنا بتفنن. فنن. بعد ما تعلمنا نظريا، صار وقت أول ضحية عملي. الشاب بس شاف المقص بإيدي صفر وشه. ما بينزلوا شعر على اللي لكن عليك تمثيل. متعدد المواهب هالأبو وسيم، حلاقة أو تمثيل. تعقيم الأدوات شغلي ضروري كتير قبل كل حلاقة. وهي أصعب شغلي بالمهنة، الوقت في طول النهار. فرشاي، مقص، مشط، موس، بخاخة، وهلأ أنا هناء رح كون مكان أبو وسيم. يا أهلا وسهلا. شو؟ أبو وسيم فات بالجو وبلش أوامر. فكرة إنه في معلم تاني ما بيتقبل بنوب بنوب. خايف على أدواته أبو وسيم. إيه هي منشفي؟ أسهل شغلي البخ. لسه واقف لي ومثبت لي الكاميرا بتاني حارة. تكفي تفاصيل بيعملها المعلم، بده توثيق دقيق. بدك شي من دانا؟ الشاب مقطن من الخوف. أنا ما بدي نقلك. أيوة عم يغشني أبو وسيم. وقفي منيح أنتي، إذا توقفي منيح حتى تعرفي تمشي المكنة. هلأ السر بالوقفة. وقفي منيح هيك متل ما لي واقفة. شغل برجلين يعني؟ بدك كل يوم الشغل فاي. يلا نايلة عم يصير. لا هو هلأ بتشوف البنات بده يتحرن عليه في الشارع بعد هلأ. لا هو يتحول بس مش المشاوف هل يادا مش بيدي. ايوه صار حيني لتحرن. ايوه يعني تقريبا
تقريباً هي شغلت 4-5 أشهر مطارعاً عنده بس الثلاثة أو شغلت 5 أيام أخطى من مصلحة أنا لك عم حاكي قشي واصل عندك صوت دقات قلبه لك يا عيني هالشاب يقطع القلب خايف طبعا مخلوقي أنا ما بيهمني قطعة الكهرباء، الإحساس والشغف هني بيدلوني على الطريق. إجت الكهرباء وضليت على نفس الطريق. شلون معلم؟ يا عيني أنا وقفتك أنت غلط، أول واحد يجيب كمشي مشكلة. تمام غلط يا كمشي. أيوه هلا اشتغل. هلا. رجعنا لقصة الوقفة. شي وقفتي وشي كمشتي وقفي هيك أو هيك المهم في معلمية بالشغل معلم خلص فيك ترتاح لقد امتعض راقد من بعيد أنا عم راقبة بعرف شو بدي أشتغل قديش اسهل الشغل لو ما في اذن معلم راس خالص هلا انت اشتغلتي شغلين ماشي الحال ولا عم عندك شلون تظبيط السوالي يلا تعطيك العافيه خالص هلا هاتي لشنو النقره مثلا ايوه النقره عدل الملاحظات على عدد شعر راس هالزبون هاد إذا بقي في شعر خطي والله عم يعمل نفس حركاتي أبو وسيم هاي أحلى بس حتى بالمكنة الكبيرة المعلم فينو يزبط النقرة شفتوني وأنا مركزة هاي أنا عن جد مو تطبيق بالمونتاج هلا المرحلة الثانية نعم هي المقص الله الله على الفن أنا ما فرجيتكن النتيجة لراس محمود لأنه معروف شو هي ناطرة زبون تاني إن شاء الله ما يطول شو مغير الكادر شايفني الزبون ما تفاجأ لهلا ولأنه شاف الكاميرا مفكر إنه القصة تخويت أو مزح بس على نشوف انا هي شغلة دقيقة هي دقيقة هاي قولي انت تقيمية الدقن؟ انا بجيب الدقن حلقت الدقن الى تجهيزات اخرى اذا انجرحت اذا انجرحت نداوي انا بدل ما طمنوا انه ما في جرح طمنتوا انه في علاج في عنا شبي في عنا مواد هيك نشوف هلا نضع قليلا من الماء الفاتر مع القليل من المعجون توزعوا نقاط المعجون بشكل متساو على الذقن عصريت فرشاي؟ طبعا المعلم لازم يعمل معلم نعصر الفرشاي وبحركة دائرية مندمج المي مع المعجون هيك وقفتي غلط رجعنا على الوقفة نرجع حركة دائرية منضل ندور 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 حتى يدوخ الزبون ويغط على قلبه تخدير يعني حتى ما يحس على شيء عبر عبر فيك عبر انزعاج مو هلا انزعاج وقت تمسك الموس هلا شغلتك بساعتك بالرقراط ايه بس انت راحها بس تشوف النتيجة اخر شيء نشوف النتيجة هلا كل هالتوتر هيك
الله. شو بسم الله؟ استفتحي لك موسى هذا ما؟ بعد نقاش ومحاولة توسط لأبو وسيم. هلا بدك تعيدنا الفرشي من أول وجديد. سرع اللقطة بسرعة بسرعة. والله المهم راح يجي على خمسة لعندي. قال له يا زلمة كلنا كم شجرة هلا هي عملت لي إياها غابي. نعيمة معلم. سوي له وش ثاني. لا ما بعرف هون بس هون بس تمام تمام صحيح كيف؟ رايك مش هتحول؟ هلا لا بس لا خلصنا بس وقفتي لي قلبي بعد ما شفت النتيجة كيف؟ كل الشغل وانت قلبي واقف يعني. لا يا زلمة ضربة صغيرة ورح حطي بشكير المساج على وشه شوية بشكير المساج؟ لك لازم تكون طاسة الرعبة بدالي ايه حطي له على وشه ايوه هاي مساج هاي طردية لا هاي منشان خفف لك التوتر والخوف هاي مساج شفت النتيجة وبساعتك وصار وصار مشان تاني مرة أعطيه عنوانك مشان يجي إشي هلا عاد منه هلا بتسجل رقمي عندك إن شاء الله 0999999 خلص خلص ما أبو وسيم خالص أنت عندي خالص أبو وسيم آخر مرحلة من كلون الزبون ومن شكل سلو أموره ومن حاسبه نعيمه عشرة تعلم عليك شو بناني لما جوز لا والله مو رايح بكرة يسلم هي والله وفي الطعام ها غيران أبو وسيم حس شهر تنعيم شو بتكون ايوه ايه اهلا وسهلا لك اهلا وسهلا تفضل حس شهر تنعيم حسن الشافعي ها حسن الشافعي شوفوا القصه القصه جبل واحلى حسن الشافعي تحديدا ما كنت حاس بحسابه ابدا الكوافير الحلاق الشاطر بيعرف وشك شو بيبقى لي شو بيبقى لي جبل شيخ الجبل يلا لا تهتم للهم جاهز يلا المنشفة يا روح جيبي انت المنشفة كاش يا قجيني كاش انا ما زال اخذي مكان المعلم لازم هن يجيبوا لي المنشفة اهلين بجبل شيخ الجبل بدون أي ملاحظة من المعلم مكنة تطريف مقص مشط فن جبل ما حبوا لجبل رجع للشافع هلا هي الشافع أنا ما بعرفه بس أنه ما حسيت بالحلاء أنه مبين في شخصية مهمة معلم أنا هيك قلت لك تعملوا الشعر هيك أنا يلا برجع بعد شوي بشوف شو شو أنت ويا هاد برا هذا حطه برا ما لقيت غير هالولد فش خلقي فيه خدجي ما بدك تحلق لا انت شو ما صدقت على الله مسكت طيب شو رايك تبلشي لي بالسكسوكه لا بتقولك انه حيث ما بدا اوكي انا بسقسيكي بس بتطيري بتشي لي بالسكسوكه لا بتسقفي لي ليش بدك بلشتك مسكت حابب تعملي لي سكسوكه مثل تبع جبل شفت الجبل هاي هاي
أنا صار لي 50 سنة بالمصلحة، وإجت عندي الآنسة هنا وكمشت الحلاقة ولقيتها منيح، وبعض الأحيان تخربت بالسوالف كذا، بس شغلة ممتازة عم تتعلم. كمشت الموس حتى شرحي كمان شغلة ممتازة عم تعلم. يا ريت هيك كمان التطور بيجي أحلى، بنات تحلي لشباب، ويعني تطورات كثير حلوة. وحبيت أنا يعني أشوفها، لقيتها ممتازة. انتهت حلقتنا اليوم بقجي، براس قجي. إن شاء الله تكون الحلقة وصلت فعلاً قديش فيها مهنة الحلاق الرجالي، أو حتى إذا حلاق النسواني فيها متاعب كتير، خاصة بالوقفة. يعني إحنا هلأ أخذ معنا وقت التصوير وتعبنا من الوقفة، فما بالكم اللي واقف كل النهار وعلى مدار الشهر وبالأعياد والأعراس وكذا، وهيك وبتاخذ معه القصة وقفة طويلة. مهني بنفس الوقت هي ممتعة، لأنه بتقضيها أنت عم تأخذ وتعطي مع الزبون، يعني مثل حكواتي بعض الأحيان. وأنا جربت لهي الشغلة كمان، حكيت كم نكتة حمصية وقصة حمصية وهيك. إن شاء الله تكون الحلقة وصلت فعلا هي المهني قديش فيها متاعب وفيها متعة. طرنا بالحلقة الجاي من برنامج لو كنت مكاني. هاي باي. نعيما غالي، الله ينعم عليك. باي. أهلي أبو زيني. أهلي.